بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار وقد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يستقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه ساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير رضي الله عنه: والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، يعني قول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وأيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات من كتاب الله سبحانه من سورة النساء، منها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيه أمر من الله سبحانه تبارك وتعالى بالطاعة لله وطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وطاعة ولاة الأمر أولو الأمر. اختلف العلماء في المقصد من أولي الأمر، من هم أولو الأمر؟ فقال ابن عباس وجابر: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس، يعني أولو الأمر الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس دينهم. وقال أبو هريرة: هم الأمراء والولاة، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمع ويطيع. هذا كلام العلماء في معنى ولاة الأمر، واختلافهم ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع في التفسير، والمعنى قريب، المعنى قريب. فأن الإنسان الذي يحتاج إلى أن يعلم حكما شرعيا ويحتاج لتنفيذه والعمل به فيسأل أهل العلم فيجيبونه على ذلك، فيلزمه الطاع ويلزمه العمل بما قاله، لأنه هنا مطيع لله سبحانه، فرض عليه أن ينفذ أمر الله وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الإنسان الذي هو مأمور بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بطاعة من ولاه الله عز وجل الأمر على المسلمين، الأمراء الذين يحكمون الناس بكتاب الله سبحانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطيعون الله فيأمرون بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا مأمور بطاعة هؤلاء. فكل من أمره بطاعة من فقيه، من عالم، من ولي أمر، من أمير، كل من أمره بطاعة مأمور المسلم بطاعته في طاعة الله سبحانه، ومن أمره بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما هي القاعدة المعروفة. يبقى هنا الإنسان المؤمن يطيع أهل العلم فيما أمرونه من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كذلك يطيع الأمراء سواء كانوا أمراء على مجموعات صغيرة أو إمارة عامة، يطيع في طاعة الله سبحانه وطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حدث أمر بمعصية الله يبقى طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا جاء هذا الحديث في هذا المعنى، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. وهنا هذا مختصر، والحديث فيه أن عبد الله بن حذافة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من المسلمين لأمر من أمور الجهاد في سبيل الله عز وجل. وصلوا للمكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه، وحدث نوع من الاختلاف بين الأمير وبين من معه، فكأنه غضب عليهم، حدث شيء غضب على من معه، فلما غضب على من معه أوقد لهم نارا وقال: ألست أميركم؟ ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوا النار. أوقد لهم نارا وأمرهم أن يدخلوا فيه. فاختلفوا فيما بينهم، البعض يقولون هو الأمير وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، يبقى طاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ندخل النار. البعض الآخر قالوا: هل اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنفر من النار؟ نار إيه اللي هندخل وإحنا دخلنا في الإسلام أصلا إلا عشان نهرب من النار؟ لا، ما ندخلش. اختلفوا، ففي الخلاف ده يقول ندخل وده يقول ما ندخلش. النار خمدت في النهاية وذهب غضب الأمير. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك وأخبروه، قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، يعني تدخل تموت قتيلا بإيدك أنت تحرق نفسك، تدخل نار جهنم يوم القيامة، يبقى أنت قاتل نفسك. فنزلت هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طب هنا طاعة أولي الأمر منهم، بعض أهل العلم قالوا ابن عباس وهم في ذلك، أو الرواة عنه وهموا، إزاي هنا طاعة أولي الأمر وهم لم يطيعوا هنا، ولم يهم ابن عباس لم يهم في ذلك، ولكن باقي الآية تفيد ما يقصد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى أولي الأمر. يبقى عند التنازع الرد في الخلاف إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أول الآية فيها الأمر: أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أطيعوا ولاة الأمر. فإذا تنازعتم أنتم وولاة الأمر في شيء، يبقى حكموا كتاب الله عز وجل وحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحكموا أحدا غير ذلك، تحكم الكتاب وتحكم السنة في ذلك. فهذا المقصود به أن المسلم يسمع ويطيع لولاة الأمور طالما يحكمونهم بكتاب الله عز وجل، وطالما يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فإذا جاء أمر بمعصية الله عز وجل واختلف المسلمون، يبقى الرد هنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس إلى غير ذلك. قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية التي تبين أن مقتضى الإيمان في قلب الإنسان المؤمن يدفعه إلى طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجد من أمور. إذا جد أمر ما نعرفش الحكم، نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ونذهب إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فنحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرضى بحكم الله وبحكم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان الحكم لنا أو علينا. فيرضى الإنسان المؤمن بذلك رضا قلبيا، ليس رضا ظاهرا ولكن رضا قلبي، قلبه يرضى بذلك تمام الرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، الحرج الضيق، يبقى الإنسان متضايق، إزاي أن اتحكم علي بذلك؟ لا، بل يرضى بحكم الله سبحانه وبحكم الرسول صلى الله عليه وسلم رضا تاما. شوف الرجل اللي سرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سرقت واعترف على نفسه وقطعت يده، أخذ إيده ونظر إليها وقال الحمد لله الذي خلصني منك، كدت تدخلينني النار. شوف هنا الرضا، هو عصى الله سبحانه وسرق، ولكن مع ذلك تاب إلى الله وتوبة صحيحة، وإذا به يقول ليده الحمد لله الذي خلصني منك،
كنت تدخلينني النار فهذا الرضا بحكم الله إن كان عليك، وكذلك ترضى بحكم الله إن كان لك من باب أولى. وثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم، يبقى القلب ليس فيه ضيق، مش متضايق من أن الله عز وجل حكم عليه بكذا، بل عنده تمام التسليم وتمام الإذعان وتمام الرضا لما حكم الله عز وجل به ولما حكم به النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث يتعلق بهذه الآية في سبب نزولها. يقول عروة بن الزبير: إن الزبير كان يحدث، الزبير بن العوام، العوام أبوه، وأم صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب تبقى عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لكل نبي حواري، الحواريون الأقربون من الأنبياء، الناس القريبون من الأنبياء الذين يطيعون وهم الخاصة والخلص من أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال لكل نبي حواري وإن حواريي الزبير، الزبير هذا حواري، يبقى هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حواري صلوات الله وسلامه عليه. هنا اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، هنا بدأ بقال كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار وقد شهد بدرا، وقد شهد بدرا، ودي مقصودة الكلمة دي، قد شهد بدرا، يعني خد بالك اسمع للحديث هتلاقي الأنصاري غلط وهجس، بس اوعى تقول علي حاجة، قال الأنصاري ده ممن شهد بدرا، إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يبقى على ذلك ما نقولش حاجة في هذا الأنصاري، إلا إنه الكلام اللي قاله فيه خطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر سبحانه. أما لو بدر من غيره فهذا الشيء قد يوقعه في الكفر والعياذ بالله، لكن هنا كأن الزبير بيقول لك ده شاهد بدرا يبقى ما تتكلمش عليه. هذا الأنصاري اختصم مع الزبير في شراج الحرة، الحرة المدينة فيها حرتان، حرة في شرق المدينة وحرة في غربها، والحرة اللي هي الأرض الصلبة الصخرية أو السبخة، الأرض اللي ما فيش فيها زرع اللي تيجي المية تتكون فيها، فكانوا يعملوا فيها شراج قنوات في هذه الحرة، ينزل السيول عليها لما الدنيا تمطر مطرا شديدة تجتمع السيول في هذا المكان، وبعدين يبتدوا عاملين حفر شراج، حفر في الأرض، خنادق توصل المية بتاعة السيول من هذا المكان على الحقول بتاعتهم. الزبير كان له مزرعة، كان له حقل، الحقل بتاعه قريب من شراج الحرة، الأنصاري له حقل وراه بعده، فكان المية تنزل الأول من شراج الحرة على أرض الزبير عشان أرضه عالية، وبعدها تنزل على أرض الجار. هنا لما ينزل السيل وبعدين عايزين يستفيدوا من هذه المياه تتحول المياه إليهم، لو أن المية هتمشي على أرض الزبير وتروح على طول على أرض تاني، الأرض بتاعة الزبير مش هتنتفع بهذه المياه، لابد حتى ينتفع بالمياه أن تقعد شوية الأرض فيها، لذلك كان يحبس المية لما تنزل عليه يروح حبسها لغاية ما الأرض تشرب، تتشرب المية وبعدين يرسلها إلى الجار. الجار لا، قال له أنا أسئل أول وبعدين تسئل أنت، هنا الأقرب للمية الماء أولى. الأنصاري أصر، اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن القريب من الماء هذا أولى، اللي بتعدي عليه المية الأول هو يسئل أول وبعدين ما تمر عليك تسئل أنت بعد ذلك. ولكن لكون الزبير قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته وحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يبقى فيه شيء من الدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي على الزبير شوي، ما تاخدش حقك كامل. فهنا لما يكون إنسان يحب إنسانا يبقى معلش، زي ما بحكم على نفسي بشيء بحكم عليك بهذا الشيء، كنوع من الدلالة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. فلم يستوفي للزبير حقه كاملا، ولكن قال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ما تحبس المية، اسقي الزرع بتاعك وبعدين فوت المية إلى جارك. إذا بالجار يسمع يقوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقول أن كان ابن عمتك، عشان ابن عمتك بتحكم له علي. هنا التهجيس بقى اللي هجسه هذا الأنصاري، فهنا الكلام كلام خطأ، كلام خطأ وكلام خطر عليه. ولكن الزبير بيفكرنا بأنه شهد بدرا، والله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يبقى هذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الكلمة التي قالها فكلمة خطيرة جدا، أن يقول ذلك يعني أنت بتجامل، معنى أنت بتجامل يعني أنت ما بتعدلش،
الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل هذا من الكفر والعياذ بالله. ولذلك الرجل الآخر اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أو ويحك، من يعدل إن لم أكن أعدل؟ من يعدل؟ أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لم أكن أعدل خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إذا كنت أنت تتبع إنسانا ظالما في دين الله عز وجل أنت خايب وأنت خسران البعيد إذا كنت تتبعني وأنت تعلم أنني ظالم. وحاشا للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون كذلك. في رواية خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ولكن الأولى أجمل منها في المعنى، فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشك فيه أنه لا يعدل عليه الصلاة والسلام. الغرض أنه لما قال الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وحق له أن يغضب صلوات الله وسلامه عليه. فقال بقى هنا طيب، قال للزبير يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يبقى ده الحق بتاعك بقى انت، الحق الحقيقي هذا الشيء شرع الله عز وجل اللي انت ما انتش عاجبك، اني بدي لك شيء من نصيب الزبير كنوع من الدلالة على الزبير، بدي لك حاجة من حقه، لا خد حقك كاملة اسقي واحبس المية لغاية ما تصل الى الجدر. الجدر الجدار بتاع الحقل، كانوا بيحطوا جدر عشان المية ما تسحش على التاني على طول. احبس لغاية ما توصل، تتحبس المية شوية، تشرب الارض تماما، بعد كده فوت الماء الى الجدر. هذا الحكم العدل، هذا الحكم العجيب. الحكم الأول من النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الفضل منه صلى الله عليه وسلم على هذا الأنصاري، وإنه معلش خد مننا أنت وإحنا نتحمل. ولكن لما قال الأنصاري هذا الشيء متهما للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يستوعي الحق للزبير، خد حقك كاملا طالما أنه لم يرضى بذلك. فقال الزبير رضي الله عنه ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، يعني في هذه القصة بسببها ومثلها أنزل الله عز وجل هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم، فيما نشب بينهم. فما شجر بينهم ما اختصموا فيه، ما اختلط بينهم، ما اختلفوا فيه، سمي الشجر شجرا لاختلاف فروعه وتشابكها، اسمه شجر لأن الفروع تختلف وتدخل في بعضها. كذلك ما شجر بينكم، يعني ما اختلفتم فيه وتناوشتم فيه، فتتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترضون بما يقول تمام الرضا. قال سبحانه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما، يزعنون إذعانا كاملا، راضون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الذين يريدهم والذين يذكرهم في كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.